أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا أبي القاسم رسول الله محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وسائر أنبياء الله والمرسلين، وكرام صحبه المنتجبين. أحبتي، سلام الله عليكم أينما كنتم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الأمسية المباركة، أمسية تأخذ من أريج الحسين عليه السلام ومن عطر العزة رونقها وبهاءها، ليلة يتحدث فيها أحرار العالم إلى أحرار العالم أو لأحرار العالم، حيث تجمع بين كلهم تلك القيم التي ضحى لأجلها ونهض لأجلها الحسين عليه السلام. في هذه الأمسيات نكون جميعا ضيوفا على الحسين عليه السلام من خلال برنامج من الأربعين إلى فلسطين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أنتم والضيوف الأكارم الذين هم أصل البرنامج وعماده. أحييكم مرة أخرى ونحن من قم، ونشرف أن يكون معنا ضيوف آخرين من طريق العزة، طريق المشاية، من هنالك أولئك الذين حظوا بأن يكونوا ضمن زواره في هذه السنة. أرحب بكم وأرحب بالأحبة الموجودين معي بالأستوديو. معنا الأب إبراهيم سروج من لبنان، الكاهن أو كاهن رعية الروم الأرثوذكس في طرابلس. أحييه بتحية الحب، تحية الصمود والمقاومة، تحية العزة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أمين. أهلا بكم، حياكم الله وبياكم. أعزكم الله. ويبدو أن طرابلس تصر أن تكون هي الأكثر حضورا. ومعنا كذلك فضيلة الشيخ يوسف مشلاوي من طرابلس لبنان، أحييه. سلام الله عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في رحاب الحسين وأيامه. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بكم سماحة الشيخ الأستاذ الدكتور صادق أخوان، أستاذ الدراسات العليا بالحوزة العلمية المقدسة في قم. أحييكم، سلام الله ورحمته وبركاته عليكم، أهلا بكم في رحاب الحسين عليه السلام في أيام أربعينيته. سلام الله عليك وعلى الضيفين الفاضلين، سعادة الأب إبراهيم وكذلك فضيلة الشيخ يوسف، وجميع الأعزة المشاهدين والمشاهدات، سائلا المولى العزيز أن تكون مثل هذه البرامج والأعزة الذين يفيدون ويشرفون هذه القناة وكذلك المشاهدين الأعزة أن يكونوا مصدرا لإفاضة الروح الملكوتية والشعور بالعزة السماوية الإلهية والالتحام والاتحاد البشري العالمي، بأن تكون جميع أبناء البشر أمة واحدة. آمين. دعاء رائع وجميل. أيضا أرحب بضيف عزيز من العمود 833 حيث موكب نداء الأقصى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وأنتم في رحاب السائرين إلى العزة، إلى الحسين، إلى كربلاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدي الفاضل، أعزكم الله وبارك بكم. أبدأ هذا الحوار من الأستوديو، لكني في الواقع أحيي في بدئه الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني خصوصا في غزة، إلى محور المقاومة بكافة جبهاته،
الذين سطروا لهذه الأمة عزة مع ما كان من آلام نحسها هنا وهناك، نحسها في كل مكان، لكنهم سطروا عزة جعلتنا نذكر الحسين عليه السلام حيث انتصر بقلته القليلة بدمائه الزكية لمشروعه النهضوي، لمشروعه التحرري الإنساني. أبدأ في هذه الحلقة التي عنونت بعنوان جهاد التبيين، الأربعين وجهاد التبيين، أبدأ مع فضيلة أو مع نيافة الأب إبراهيم سروج من على يميني، سلام الله عليكم مجددا، بوركتم. هذا التبيين، هذا الحديث الذي نريد أن نتحدث عنه في الظروف الراهنة التي يعيشها العالم، حيث السطوة الإعلامية والتزوير للحقائق المستمر الذي تمارسه آلة الدعاية الغربية والاستعمارية الاستكبارية، ما أهمية التبيين في كشف الحقائق لكل الناس حتى يكون الجميع على بصيرة من أمره؟ أهلا وسهلا بك. أولي أقول باسم الآب والابن والروح القدس. نعم. هذا تعبير نصراني عندنا، وهو نفسه بسم الله الرحمن الرحيم على حسب قاعدة حساب الجمل. وأمر آخر، عندنا كتابات القديس بولس الرسول من القرن الثامن للمسيحي تبدأ المخطوطة بسم الله الرحمن الرحيم، لهذا هو تعبير مسيحي. بعد هذا، بعد السلام والتحية، مهما كان الباطل قويا، بقول إن النور يشع في الظلمة والظلمة لا تدركه. فمهما كانت الظلمة قوية ومهما كان الاستبداد قويا، فهو متهالك لا يستطيع أن يفهم النور. الظلمة لا تدرك النور، ولكن النور يبدد الظلمة مهما كان صغيرا. نشكر الله على أن في غزة، في طوفان الأقصى، هذا الشعب المظلوم المسحوق منذ أكثر من 100 سنة ما زال يحارب ويناضل، وما زالت شعلة الحسين المظلوم الذي أبى أن يخضع للباطل، هذه الشعلة بقيت تضيء في ظلمة هذا العالم، وصنعت بعد 1400 سنة أول ثورة إسلامية في إيران. هذا دليل على أن الحق مهما كان صوته خافتا، سيأتي يوم ويصير الصوت مدويا. هذا نشكر الله عليه، ونشكر أن الكرام قليل، يعني ليس كل الناس سوف يكونون مجندين للثورة ولإظهار الحق ضد الباطل، مهما كان يعني الكرماء، أن الكرام قليل كما قلنا لتونا. هذه القلة لابد أن تنير العالم. النور يضيء في الظلمة والظلمة لا تدركه. ألا قوانا الله أن نستمر، وهذا الاستمرار، يعني أقول نحن لنفترض في كنيستنا مررنا في عهود مظلمة أيام العثمانيين، ولكن أقول قدر الله خير أولئك الكهنة الذين بقوا محافظين على الصلاة والصوم، على الصلاة والصوم بقوا محافظين ولو بصوت خافت. سيأتي يوم أتمنى أن تستفيق كنيستنا الأرثوذكسية القويمة المشرقية لتعلن كلمة الحق. نحن على هذا الرجاء باقون بإذن الله تعالى، وإن شاء الله هذا متحقق بحول الله تعالى. فضيلة الشيخ عبد الله كتمتو، أحييكم وأنتم في موكب نداء الأقصى من مسيرة الشرف والعزة بين النجف وكربلاء.
الشيخ كتمتو هو منسق الملتقى العلمائي العالمي من أجل فلسطين، أسأله عن هذا المؤتمر الذي يقام هذه الأيام في هذا الموكب، وكذلك دور هذا المؤتمر في تحقيق جهاد التبيين من أجل فضح أعمال المستكبرين والظالمين بحق الفلسطينيين. بسم الله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله والملاه. يعني في هذا اليوم تغمرنا وتغمر العالم كله تلك النشوة، نشوة أن يعيش الإنسان لحظات تحقيق الكرامة، تحقيق العزة، تحقيق كيف يمكن أن نرسم خطا جديدا في زمن الظلم والاستبداد، خطا يحرر كل الإنسانية. من هنا جاءت هذه السنة، وهي السنة الرابعة لمؤتمر نداء الأقصى وموكب نداء الأقصى، جاء تحت عنوان من معركة الطف إلى طوفان الأقصى، من أجل أن نترجم من خلاله كيف يمكن للإرادة أن تنتصر على الطغيان، كيف يمكن أن نجعل من هذا المسير الكربلائي مسيرا على مستوى الإنسانية، كل الإنسانية، لأننا نرى ونعتقد أن العالم كله اليوم بحاجة إلى مخلص، بحاجة إلى من يأخذ بيده من طرقات ودروب الظلم والاستبداد والذل إلى دروب الكرامة. لذلك كان عنوان هذا المؤتمر في هذه السنة طوفان الأقصى ومعركة الطف، وذاك الخط البياني الذي يرسمه بين هاتين المنطقتين. نحن اليوم نقول في هذا الزمن الصعب كما قلت، إن رؤية الحق والانتصار لم تعد رؤية فكرية فقط، اليوم باتت علائم النصر يشاهدها كل العالم. اليوم في هذه اللحظات عندما نرى أن معركة الطف جسدت في ذلك الزمن كيف يمكن للفئة القليلة أن تقف في كل وجه الظلم مهما كان الثمن، واليوم نرى أيضا فئة قليلة في غزة العزة نراها كيف قررت أن تكون ذاك العنوان وذاك المنطلق الذي يقول إننا يمكن في أحلك الظروف أن ينتصر الدم على السيف، ولكن لا بد من تحقيق تلك الإرادة، إرادة أن نضع أنفسنا حيث أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نضع. بارك الله. نعم. نحن اليوم كلنا يقول، نحن كمسلمين نقول الحمد لله رب العالمين وبسم الله الرحمن الرحيم، كما قال ضيفك سعادة المطران حفظه الله سبحانه وتعالى. نحن اليوم نقول إن هذه الثقافة، ثقافة القرآن، ثقافة البيان الإلهي الأخير في هذا الكون، كيف يمكن أن تجعل من هذا الإنسان الحامل لهذا البيان، كيف يمكن أن ترسم له ذلك الخط، خط رفض الظلم. عندما نقرأ قول الله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، كأننا نقول بلسان حالنا لا بمقالنا، لن نكون عبيدا لغير الله سبحانه وتعالى. هذا هو النص القرآني، النص القرآني الذي يرسم بعدا حياتيا في حياة هؤلاء البشر، بأن لا يكونوا خاضعين لأي إشكالية من إشكاليات الظلم في العالم كله. نحن اليوم نترجم هذه الترجمة، ترجمة الحقيقة، دون أي مواربة ودون أي شعور بالضعف، وخاصة
أننا رأينا إرهاصات انتصارات هذا المحور باتت على كل المستويات. أنا أقول اليوم عندما نرى هذه الجموع السائرة على طريق الأربعين، الكل يريد أن يستحضر ذلك المسير الذي ساره الإمام الحسين عليه السلام، ساره من أجل طلب العزة والكرامة، من أجل الإصلاح في أمة جده المصطفى صلى الله عليه وسلم، من أجل استعادة العدل في زمن ساد فيه الظلم. هذا المسير اليوم يريد أن يستحضر ذاك الأمر ويصر عليه، يترجمه بكل هذه الجموع التي نراها تسير أمامنا. نعم. في هذه اللحظات فضيلة أتت من كل أنحاء العالم، تسير على أقدامها، لا تسير بأدوات نقل، يسيرون ما يقارب 7 أيام و10 أيام و15 يوما، وهناك من يسير 20 يوما على أقدامه، من أجل فقط أن يجسد الفكرة وألا تموت تلك الفكرة. نعم. ألا تموت فكرة أننا طلاب حق. فضيلة هذه فضيلة الشيخ، هل صوتي يصلكم؟ هل يصلكم صوتي؟ يصلني صوتك سيدي. نعم. لماذا، ما هي فلسفة اختيار أيام الأربعين وكذلك هذا المسار، مسار الذين تتحدث عنهم الذين يسيرون نحو الحسين عليه السلام ليكون عنوانا لمناصرة فلسطين والفلسطينيين؟ ما الربط، ما الذي يربط هذا المكان بفلسطين؟ الربط سيدي ظاهر ومبادئ من خلال ما أطلقنا عليه معركة الطف وطوفان الأقصى، وكأننا نقول اليوم، كأننا نقول أن هذا الرابط هو رابط رفض الظلم والاستبداد، رفض كل عناوين أن يصبح هذا الإنسان كل الإنسان أينما تواجد أن يكون عبدا لإنسان. لابد أن تكون تلك المسيرة مسيرة التحرر، واليوم أهل فلسطين يريدون هذا الأمر بدقة، يريدون أن يتحرروا رغم ظلم أعدائهم. الإمام الحسين لم يجد ناصرا، ولم يجد من يسقيه، ولم يجد من يعطيه، ولو أراد المساومة لساوم وعاش عيشة طويلة، ولكنه رفض. واليوم أهل غزة يعيشون ذاك البعد بذاته، وكأننا أمام مشهدية تستعيد مشهدا منذ 14 قرنا تستحضره اليوم في غزة. هذا هو الرابط طلب العزة ورفض الظلم والاستبداد، رفض الطغيان. لذلك العنوان الفرعي لمؤتمرنا ولموكبنا: كيف تنتصر الإرادة على الطغيان في هذا الزمن الصعب. بارك في هذا الله الزمن فيكم. اليوم نرى تقومون بعمل رائع وجيد جدا، ونأمل أن يتحقق هذا الانتصار الذي تتحدث فيه أو تتحدث عنه ونحسه جميعا، لكن تبيان هذا الأمر وأن كربلاء بعد هذا الزمان الذي مر عليها لا زالت حية في وجدان العالم، يسير إليها العالم يوما بعد يوم، كل سنة تتكرر هذه المسيرة كأنما هي تلبية لنداء الحسين أن تنصر هذه القيم، وقد نصرتها فلسطين فعلا بهذا الصمود. أرجع إلى الأستوديو أشكركم كثيرا فضيلة الشيخ كتمتو، ونلتقي إن شاء الله في مداخلة أخرى. دوموا بألف خير، ولا تنسونا من دعائكم في تلك الأماكن التي أنتم فيها. جمعنا الله عز وجل جميعا على هذا الدرب، درب العزة والكرامة، درب الحرية للإنسان، كل الإنسان. آمين يا رب العالمين. شكرا كثيرا لألطافكم. يتحدث الشيخ كتمتو عن هذا الربط بين كربلاء، بين عاشوراء، بين معركة الطف وطوفان الأقصى، وتحدث عن هذه القضية القيمية الموجودة. إذا كنا
نقرأ في الحسين عليه السلام وفي كربلاء رغم الآلام والجراح والدماء نقرأ فيها انتصارا للقيم. كيف انتصرت غزة رغم دمائها وآلامها وآلام الأمة معها، وليست غزة لوحدها بل كل المحور الذي يساندها، كيف انتصروا رغم الذي يجري؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. بداية، أصل الحياة كلمة، كن فكانت، وكيف لا ورسالة الأنبياء كلمة، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ورسالة الأنبياء أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ونداء الإمام الحسين عليه السلام عندما قال في كربلاء هل من ناصر ينصرني، هي امتداد لنداء عيسى بن مريم عليه السلام عندما قال للحواريين من أنصاري إلى الله، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. هكذا يتحقق النصر، وأعظم جهاد هو كلمة في وجه طاغوت، كلمة حق في وجه طاغوت أعظم الجهاد. فالكلمة وجهاد التبيين لا تقل قيمة عن الجهاد الفعلي الذي يمارس على أرض الواقع، لأن هي الأساس. اليوم أهلنا بغزة هون عم بيلعبوا نفس الدور الذي قام به الإمام الحسين عليه السلام عندما أريد له أن يخضع لإرادة الطاغوت ويقول كلمة بايعتك، فرفض وأبى إلا أن يعيش حرا، فمثله لا يبايع مثل ذلك الطاغوت. واليوم مطلوب من غزة أن تخضع تحت القصف والقتل والإجرام والتدبير والإبادة التي نراها، تقطيعا، تقطيع أشلاء وتهديم هدم الأبنية والمدارس والمستشفيات والكنائس والمساجد على رؤوس أصحابها من أجل أن يخضعوا، فأبوا إلا أن يقولوا لا. لماذا؟ لأن الذين يشهدون أن لا إله إلا الله لا ينبغي لهم أن يخضعوا أو أن يستكينوا أو أن يركنوا للظالمين، وهذا سر انتصار غزة إن شاء الله تعالى، الانتصار القريب الذي سنراه جميعا إن شاء الله تعالى بحول الله تعالى. سماحة الأستاذ الشيخ صادق أخوان، الإمام الحسين عليه السلام انتصر من خلال هذه الجموع التي لم تقف عن زيارة الأربعين منذ أربعينيته الأولى، يعني لما جاءت السيدة زينب عليها السلام مع ومن معها إلى زيارة الإمام الحسين بعد 40 يوما على شهادته، واستمرت هذه رغم كل مساعي الطغاة لوقف هذه المسيرة ومنع هذه المسيرة. وهذا يبين أن الفعل في التبيين أقوى من القول، وهو يبين غزة اليوم بالدماء التي زكت وارتقت، الأرواح التي ارتقت والدماء التي سفكت والأشلاء التي مزقت، كأنما هدمت كل ما بناه الطغيان والاستكبار من أقاصيص وصور وكل جهوده خلال 80 سنة المنصرمة. كيف تقرؤون قوة التبيين في الصمود الغزاوي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين وأهل بيته الطاهرين. حقيقة نحن إذا عدنا إلى ما نسميه مهمة التبيين، جهاد التبيين الذي سبحانه وتعالى أرسل رسله من نوح إلى محمد صلوات الله عليهم أجمعين لأجل أن يبينوا للناس ما يكون نافعا لهم،
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف، ينهاهم عن المنكر، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. اليوم الغزاويون يضعون الإصر والأغلال التي تكون على الأمة، العار 80 سنة، ليس سنة وسنتين. كم دولة إسلامية، وما هي مجموعة هذه الطغمة المارقة الصهيونية؟ أنا لا أقول اليهود، الصهيونية، الصهاينة. والكل يعلم أنه فرق بين اليهودي والصهيوني، هذا ما أبداه قبل أشهر قمة الشيطنة الكبرى بايدن رئيس جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية، قال أنا صهيوني وإن لم أكن يهوديا، ولا يلزم أن يكون الصهيوني يهوديا، لأن اليهودي لا يكون قتال للأطفال والنساء. اليهودي الذي يؤمن بالتوراة، اليهودي الذي يؤمن بالصحف، اليهودي الذي يتبع موسى وهارون سليمان وداود، مستحيلا يكون سفاكا. إنما هؤلاء لم يؤمنوا بأي دين، لا يؤمنوا لا بعيسى ولا بموسى، لا يؤمنون بأي مبدأ إنساني، بمبدأ أخلاقي. فهؤلاء المظلومون، المضطهدون، الملايين من الذين حتى منعوا من قطرات ماء الشرب، أثبتوا عمليا للعالم بأنهم يؤمنون بمبدأ، مبدأ انتصار الدم على السيف، وهو مبدأ الأنبياء، هو المبدأ الذي جسده حسين بن علي صلوات الله عليه، مبدأ انتصار ملحمة عاشوراء. يعني نحن لما نشاهد كما تفضلت من الأربعينية الأولى، أين هؤلاء الذين جاءوا إلى كربلاء؟ أين هؤلاء الذين ثاروا باسم التوابين وغيرهم يوم عاشوراء؟ إنما حدث أمر في كربلاء، فلما اطلعوا عليه انقلبوا 180 درجة، خرجوا من ضلالة الظلمات فدخلوا في هداية النور، فأصبحوا من الثائرين، فأصبحوا من الذين يقولون لبيك يا حسين، أصبحوا من النادمين ليتنا لم نترك نصرتك. اليوم الأمة العربية، اليوم الأمة الإسلامية قد استعادت وعيها، وعلمت أن هؤلاء الذين استولوا عليها باسم الملوك، الأمراء، الرؤساء، لم يكونوا إلا دما تحركها الصهيونية العالمية. فوالله لو أن المملكة العربية السعودية قطعت بترولها أسبوع واحد، لمعسكر الكفر العالمي قدم الأقصى للمسلمين والنصارى واليهود الأصيلين عن يد وهم صاغرون. لا أنه نعم هؤلاء يصر على أنه يدعم الصهيونية العالمية. يعني بصراحة الناطق الرسمي باسم البيت الأسود يقول مهما كان، وإن كان كان بنيامين نتنياهو خاطئا في قتل الشهيد السعيد القائد الشيخ إسماعيل هنية، ولكن نحن ندعمه بجميع قوانا، يعني مستعدون أن نضحي بجميع أبنائي وبجميع رجال ونساء الولايات المتحدة الأمريكية لأجل الصهيونية العالمية. هذه خطيرة، هذه، وهذا ما ثبت حتى في جوار البيت الأبيض، ونشاهد الجامعات الأمريكية، نشاهد النخب الحرة في العالم، وهذا ما تحقق في التاريخ. فأصبح الحسين رمزا للحرية، رمزا للإباء والكرامة والعزة الإنسانية، لا يختص بطائفة كالشيعة ولا بديانة كالإسلام، بل لا حتى بالديانات الإلهية، حتى الهندوسي يفتخر بأنه يتبع الحسين، بأنه يستلهم المقاومة من الحسين
حتى البوذي يجعل يرى الحسين رامز للمقاومة. هذا ما نحن اليوم نشهده في غزة. أصبحت غزة رمز المقاومة البشرية، المقاومة الإنسانية، المقاومة العالمية. يعني اجتازت الحدود الجغرافية والحدود الطائفية والحدود الدينية، فإنما أهدت للعالم بأن البشرية كلها اليوم بحاجة أن تقاوم حتى تحرر نفسها من هؤلاء الكلاب، من هؤلاء الذئاب الذين بوقاحة يحمون الصهاينة في جميع المجاميع الدولية باسم مجلس الأمن بالحق الظالم الفيتو في الأمم المتحدة، في اليونسكو، في سائر الأماكن. وهذا هو حقيقة أعظم ما أنجزه إخواننا في غزة العزة، جزاهم الله عن هذه الإنجازات خير الجزاء. بارك الله فيكم. أعود مرة أخرى إلى نيافة الأب. لما نرجع بالتاريخ إلى الخلف، أو نرجع إلى تاريخنا وننظر إلى الإمام الحسين وهو يسير إلى كربلاء، وإلى الشعارات التي يطلقها، وإلى الإعلان الأساسي لثورته، ماذا يريد؟ هو يريد أن يكشف التزوير الذي تم من الطغاة في ذلك التاريخ ليضعف الكرامة الإنسانية، أو يسلب هذه الكرامة الإنسانية. الإمام الحسين عليه السلام يقول أن الدين قد زور، ولا يقصد بالدين فقط ما يعبر عنه بهذه قضية الشريعة، وإنما كل هذه التصورات التي تعلي من الإنسان وتتحدث عن أن الكرامة لها، ولقد كرمنا بني آدم، حفظ هذه الكرامة الإنسانية. الإمام الحسين عليه السلام يأتي لحفظ هذه الكرامة الإنسانية، وإن هذه الحركة إن تطلبت أن يقدم روحه ودماءه فداء نصرة هذا الحق فهو مستعد لهذا الأمر. لما نأتي اليوم إلى غزة ونرى أن هؤلاء، ليس فقط في غزة، في كل محور المقاومة وفي كل ساحات الجهاد والصمود، نرى يوميا العشرات يرتقون، يقدمون كل ما لديهم وأغلى ما لديهم لأجل حفظ هذه العزة، رفض الخضوع للظلم والظالمين. أسأل، هذه الدماء التي كانت في كربلاء، وهذه الدماء التي سالت في هذه الساحات، ساحات الفداء والعزة، إلى أي مدى أسهمت في كشف زيف المجتمع الدولي وقرارات المجتمع الدولي وكل هذه الأمور وحقوق الإنسان وغيره؟ الحسين في كربلاء وحسين اليوم في غزة، الدماء واحدة، هي دماء طاهرة ترفض الذل وترفض الخنوع وتنادي بالحرية والكرامة الإنسانية. إذن هي دماء واحدة وهو جهاد واحد، وهذا الدم الحسيني برهن أنه بعد سنين، بعد 1400 سنة، ما زال حيا، ولذا استطاع أن يلتقط الدماء الحية الموجودة في بني الإنسان وفي بني البشر. ولذا من كل أنحاء العالم، حتى في قلب أمريكا التي يحكمها الشيطان بايدن، وكما قال شيخنا العزيز، يعني أنه أعلن بكل وقاحة أنه هو سينصر إسرائيل، والإسرائيليون والصهاينة هم الذين يحكمون الأمريكان بحزبيهم، يعني هذول، يعني ماتت الكرامة الإنسانية عندهم. وحتى بين المسيحيين اللي نادوا بالصهيونية المسيحية، يعني يتنكرون لهذه الكرامة التي أعلنها أيضا المسيح ابن مريم الذي قال تعلموا مني فأني وديع ومتواضع القلب. إذن لم يخضع المسيح للطاغوت، لم يخضع للطغيان، بل أعلن الكرامة للإنسان، رفض الحكم. فينا نقول الصهيون، اليهود هم بني، جاء إلى قومه وقومه رفضوا، وهم الذين صلبوه، يعني مجرمو بني إسرائيل. نعم. إذن الصوت واحد والدماء واحدة، وما زالت تستطيع أن توقظ كرامة بني الإنسان.
وأذكر أيضا عندنا واحد من الأنبياء يعني اللي هو يعني النبي أيوب. النبي أيوب يعني نحن نعرفه أنه هو الصوام أو البائس أو المسكين، ولكن أيوب هو قبل المسيح، ولكن هو يصور أيضا الخط المسيحي، الخط النضاري، خط كرامة الإنسان. ماذا قال أيوب عن نفسه؟ أيوب جعل في الساحة مجلسه، لم يختبئ. هلأ اليوم في ساحات العالم، في قلب واشنطن، في كل عواصم العالم، هناك أناس قلب أمريكا، في الجامعات، حيث يسيطرون الصهاينة على كل مرفق فيها. إذا كنت أستاذا أو طالبا يمنعونك، يضايقونك، ولكن رغم ذلك هناك من ينتفض ويرتفع. إذن أيوب يلي هو نبي من أنبياء بني إسرائيل، ولكن الصهيونية العالمية واليوم في إسرائيل هن بيقولوا على الحال يتبنون الكتاب المقدس بس حتى يجعلوه يعني العوبة أو مطية لمصالحهم. لم يقرأوا أيوب. أيوب إذن أن جعل في الساحة مسجد لم يختبئ. قال شو كان هناك؟ ماذا كان يعمل؟ قال كنت عينا لمن لا عين له، ورجلا لمن لا رجل له، وكنت محاميا لمن لا محامي له، ولا يكتفي بهذا كل، وكنت أنتزع الفريسة من فم الضارب. هذا هو الحسين، هذا هو الخميني، هذا هو علي خامنئي، هذا المناضلون في حزب الله في إيران، أينما كان كل إنسان ننتفض من أجل كرامة الإنسان هو في الخط الحسيني، في الخط المسيحي، في خط أيوب. بقى قوانا الله لنكون سائرين في هذا الخط. أمين يا رب العالمين. هذا الربط الرائع والجميل بين أنبياء الله سبحانه وتعالى، وهم جميعا جاءوا برسالة واحدة، وجاءوا بقيم لتأكيد قيم واحدة ومستمرة. هذا الحديث الذي لا يفرق بين أحد من رسله، بل يأخذ بكل هؤلاء الرسل كقادة، ثم بالقادة المخلصين من أتباع هؤلاء الرسل ليكونوا في ذات الدرب وفي ذات الطريق، ملهمين لهذه الشعوب وللأحرار حول العالم. هذا حديث رائع بنظري الذي تفضل به نيافة الأب. أسأل بهذا الشكل اليوم ونحن في هذا المنبر الإعلامي، وما أكثر المنابر الإعلامية في عالمنا سواء كان العربي أو الإسلامي، ما موقعية الإعلام القيمي الملتزم في تبيين الحق والحقائق لكل الناس، ومثل هذا الحديث الذي استمعنا ونستمع إليه، ما هي الموقعية التي يشغلها هذا الإعلام، وإلى أي مدى هو فعلا يقوم بمسؤوليته؟ دعنا عن الإعلام المتخاذل. بسم الله الرحمن الرحيم. هي وظيفة اختصها الله سبحانه وتعالى لأنبيائه ورسله وأوصيائه ومن سار على دربهم، ومن هذا الباب هو واجب على كل إنسان آمن بالله ورسوله وأنبيائه أن يسير على هذا الدرب ويحمل هذه الراية ويقول كلمة الحق حيثما كان وكيفما استطاع. لا يجب السكوت أبدا. في كلمة للإمام القائد من كم يوم قال: إذا أعجزنا الخوف عن مواجهة الظالمين فنحن آثمون. من الكلمة. فلا ينبغي على أي إنسان آمن إيمانا حقا بأنه عبد لله سبحانه وتعالى أن يسكت يوما أو لحظة في مواجهة الطواغيت. عندما نحيي ثورة الإمام الحسين عليه السلام إنما نحيي جوهر الإسلام، ألا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهما كانت الأثمان. فبالتالي هذه الوظيفة وهذه الرسالة هي واجب يجب علينا أن نقوم بها، وكما أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام أن يؤذن للناس في الحج، قال: يا رب ومن يسمع ندائي وأين يبلغ آذاني؟ صحر هذا، قال يا إبراهيم أذن وعلي البلاغ. ونحن أذننا وسيصل صوت الحق أقطاب الدنيا كلها. قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. نعم، بارك الله بكم. حديث رائع سماحة الشيخ الليلة،
يعني يتناوله الضيوف، وتعابير رائعة واسترجاع واستلهام من سير الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لمواقف أثرت فيما بعد وانتشرت بالوعي والإيمان. لعلنا إن رجعنا إلى كربلاء مرة أخرى معكم نجد الإصرار على الانتصار للحق مهما كلف. علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه يجيب أباه أو يسأل أباه لما استرجع، قال أبا أراك استرجعت؟ قال نعم، سمعت هاتفا يعني يقول إن القوم يسيرون والمنايا تسير بهم أو تسير إليهم. قال أبا ولسنا على الحق؟ قال بلى والذي إليه مرد العباد. قال إذا لا نبالي، وقعنا على الموت أو وقع الموت علينا، هذه إن كنا على الحق فسنمضي بغض النظر ما الذي يترتب على هذا. هذه الروحية، روحية الصمود في الإصرار على نصرة الحق. إلى أي مدى نجد هذه الروحية الآن منطبقة على محور المقاومة، وكيف أنهم استفادوا من هذا الدرس ومن شعارات الحسين عليه السلام هيهات منا الذلة؟ حقيقة محور المقاومة محور المستضعفين. نحن لا نقول محور الشيعة أو السنة أو المسلمين أو الذين يدينون بالديانات الإلهية، محور الأحرار، محور المستضعفين. ماذا يقول القرآن؟ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. لا يقول نريد أن نمن على المؤمنين، على المسلمين، على اليهود، على النصارى، على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال. لا يقول والمؤمنين من الرجال. هذا المستضعف يمكن أن يكون فنزويلي مسيحي، ويمكن أن يكون لا دين له، مستضعف. اليوم الذي قدمته لنا غزة إنما هي وحدة المستضعفين في العالم. جميع المستضعفين في العالم الذين يتمتعون بالكرامة الإلهية والحرية الباطنية، نعم، كلهم اليوم يهتفون لأجل فلسطين، إنما يهتفون لأجل خلاص المستضعفين من المستكبرين. اليوم في العالم لم يكن إلا فئتان، الأكثرية والأقلية. الأكثرية هم المستضعفون، أمريكان كانوا، بريطانيون كانوا، فرنسيون كانوا، نصارى كانوا، يهود كانوا، مسلمين كانوا، بوذيين، ملاحدة، ملحدين، ولكن مستضعفين. والاستضعاف لا ينحصر في الاستضعاف الإرهابي، أعظم استضعاف استضعاف فكري، استضعاف علمي، يعني جعلوهم في منأى فلا يعرفون النور، يعني أغلقوا أعينهم، لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها. فاليوم المستضعفون يرفعون هذه الأقنعة، ولهذا لما نشاهد هذه المسيرة، مسيرة الكرامة، المسيرة المليونية الأربعينية، وإذا القس الكاردينال النصراني بصليبه بصولجانه يسير في هذه المسيرة، يتعجب مراسل واشنطن بوس الأمريكي الشيطان، يقول سعادة الأب أين أنت وها هنا؟ يتعجب. قال والله إن الحسين أعاد لنا كنائسنا، إن الحسين دق أجراس نواقيسنا. لما الدواعش أغلقوا الكنائس، الذين أنقذوا النصارى في العراق من كانوا؟ الذين كانوا يهتفون يا حسين. وهذا في الواقع في صميم الديانات الإلهية. احنا ما عندنا يهودية نصرانية إسلام. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، الدين واحد.
ولهذا نشاهد القرآن يقول جاهدوا في سبيل من؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. يعني أنا أقدم نفسي، أقدم أعز وأغلى الأشياء عندي، أقدم أولادي أفلاذ قلبي لأجل أن أي شيء لا تهدم كنائس النصارى، لأجل لا تهدم بيع اليهود، لا تهدم صلوات أي مصليات، مصليات البوذيين والهندوس. هذه آية قرآنية صريحة، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع. هل الصوامع للمسلمين؟ لا. وبيع، هل البيع للمسلمين؟ وصلوات يعني مصليات، هل المصليات للمسلمين؟ لا. في الأخير يقول ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، يعني يذكر أربع طوائف. إذن نعم. في الواقع هنا اتحاد المستضعفين على اختلاف طوائفهم، دياناتهم، قومياتهم، إنما يتحدون حول مبدأ واحد، وهو مبدأ الحرية، مبدأ العزة الإلهية. وهذا الذي نحن نقول في الساحة الاجتماعية، لا معنى لأن أقول أنت شيعي وأنا سني، أنت مسلم وأنا مسيحي، أنت مؤمن وأنا ملحد. لا، في الساحة الاجتماعية لا بد أن تكون وحدة عملية، وهذا ما نشهده في هذه الأسابيع، في هذه المسيرة، مسيرة الإباء. لا يسألك أحد أيها الأب أنت نصراني ماذا تفعل هنا، ولا يسألك أنت سني ماذا تفعل هنا، أنت إيزدي ماذا تفعل هنا، أنت صابئي ماذا تفعل هنا. وهذا في الواقع يبشرنا إذا نجمع بين هذين القطبين، هذين المحورين، محور الصمود والمقاومة في فلسطين المتمثل اليوم في قطاع غزة، ومحور تبيين الحق والدفاع. مجموعات كبيرة من المشاة يرتدون الكوفية الفلسطينية. يعني في هذا العام شيء جميل نشاهدهم مشاة يمشون إلى زيارة الحسين بالكوفية. هذه ماذا تعني؟ يعني نحن لا نمشي إلى الحسين، نمشي إلى غزة، نمشي إلى تحرير القدس، نمشي إلى تحرير الكرامات الإلهية. نعم، بل نقرأ غزة الحسين ونقرأ القدس الحسين. نعم، يعني لا نرى إثنينية. نعم، لا نرى تباين، إنما الحسين لو كان هذا اليوم كان يستشهد لأجل غزة. نعم، لو كان الحسين هذا اليوم كان يقدم أبناءه، يقدم حتى عرضه، أخته عقيلة بني هاشم، زينب ابنة فاطمة، كان يقدمها لأجل المستضعفين في غزة. عزيزي، نعم، هذا هو واجب، نعم، كل إنسان. وهذا الواجب ليس واجبا دينيا أو فقهيا أو شرعيا، إنما هو واجب عقلي، واجب إنساني. وإلا أنا لست بإنسان، أنا أكون بهيمة. أولئك كالأنعام بل هم أضل. بارك الله فيكم، شكر الله لكم. التحق بنا فضيلة الشيخ محمد قدورة، عضو الهيئة الإسلامية الفلسطينية من موكب نداء الأقصى في العراق في مسيرة الأربعينية، أو في مسير زوار الحسين عليه السلام. أرحب به. فضيلة الشيخ، سلام الله عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج الذي عنوانه من الأربعين إلى فلسطين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام. أعظم الله لنا ولكم الأجر. اليوم ضيوفي الأكارم، ولعلكم أنتم هناك أيضا، وكثير من الناس يقرأ وحدة تامة بين مسيرة الحسين وبين الصمود عند الفلسطينيين، بل عند المقاومين أجمعين. هذه الوحدة، هذا التشابه، هذا الاشتراك الكبير الذي يجمع بين النهضتين، نهضة الطف ونهضة طوفان الأقصى، كيف تقرؤونه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
بداية هذا العام الرابع الذي نشارك فيه في أربعينية الإمام الحسين، ما نلمسه اليوم واقعا من تجسيد للوحدة في هذا المكان المبارك في أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، الذي قدم نفسه وأولاده من أجل الإسلام. نقول بأنه ما أجمل من منظر رائع يتجسد في الوحدة الإسلامية كافة من أصقاع الأرض. يأتون من أكثر من 100 بلد ليشاركوا في هذا المسير. ولذلك نقول بأن أي ثورة لا يكون الإمام الحسين عليه السلام هو قدوتها وهو قائدها فهي ثورة فاشلة. فالإمام الحسين يمثل الحق ويزيد يمثل الباطل كما هو الواقع اليوم. أمريكا رأس الشيطان الأكبر في العالم تمثل الإرهاب وتمثل القتل والإجرام وسفك الدماء، واليوم في المقابل الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت نير الاحتلال يمثل خط ونهج الإمام الحسين عليه السلام، الذي وقف وقال: والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر لكم فرار العبيد، وهيهات منا الذلة. لذلك اليوم غزة المحاصرة المنكوسة تقول رفضا لهذا الاحتلال: هيهات منا الذلة. لذلك لن يستطيعوا أن ينتزعوا منا الاعتراف أو رفع الراية البيضاء حتى نستسلم لبني صهيون ومن خلفها أمريكا راعية الإرهاب، وأيضا الأنظمة العربية الخانعة الخاضعة الخبيثة المتآمرة على ذبح الشعب الفلسطيني. نقول للعالم وبكل صراحة، وأنا شيخ فلسطيني سني، إن الذي أنصفنا ووقف معنا في هذه المعركة هم الشيعة فقط أتباع الإمام الحسين عليه السلام، ودون ذلك كانوا في محور الظالم الذي يتمثل بيزيد اليوم. نقول لهم: مهما تآمرتم ومهما لعبتم على الأقوال والأفعال لن تستطيعوا أن تركعوا الشعب الفلسطيني وأن تملوا عليه الإملاءات والاعترافات بهذا الكيان المسك الغصب، وسوف تبقى المقاومة مستمرة شاء من شاء وأبى من أبى. وهذا الكلام فليعلم القاصي والداني فيه بأن كل ما يجري اليوم هو من أجل إخضاعنا وإذلالنا وتركيعنا وإركاننا لإملاءاتهم وتوجيهاتهم وقراراتهم. نحن لن نخضع. دمرتم أكثر من 80% من البيوت والمنازل والمؤسسات، وقتلتم ما يزيد عن 100,000، فكل هذا لن يثنينا عن التمسك بحقنا. لطالما أننا متمسكون في هذه المدرسة وفي هذا الطريق وفي هذا النهج المحمدي العلوي الحسيني الأصيل، لن تستطيع إسرائيل ومن خلفها أمريكا وأوروبا وبعض الدول العربية المتآمرة التي تحاصر الشعب الفلسطيني. نعم، بإذن الله تعالى نكل، وسوف نبقى مستمرين في عطائنا وفي جهادنا وفي مقاومتنا حتى نحرر فلسطين كاملة السيادة. نعم، حتى تتحرر الإنسانية جمعاء، وفلسطين هي العنوان الأبرز لأنها حاملة لواء المظلومية الأقصى في هذا العصر الذي نعيشه. إن شاء الله ستتحرر طالما شعارات الحسين عليه السلام هيهات منا الذلة، وطالما شعارات الحسين عليه السلام: والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، نعم، ولا أقر
إقرار العبيد. طالما هذه الشعارات تتمثل عند هؤلاء فهم منتصرون بدمائهم، بموقفهم، بإصرارهم، بعزيمتهم. كيف تقرأ هذه المسيرة والذين يسيرون في هذا الطريق، كيف تقرأ أن هذا الأمر يكون نصرا لفلسطين وغزة؟ الذي يقوم به بعض الزوار الكرام لزيارة الإمام أبي عبد الله الحسين هو تعبير عن بيعة لتجديد البيعة للإمام الحسين في المضي قدما في مواجهة الظالمين. ولذلك اليوم هذه الملايين التي تزحف لزيارة الإمام الحسين من كافة الجنسيات واللغات واللهجات العربية والإسلامية والدولية جاءت لتقول كلمة واحدة بأن هذه الأمة هي أمة واحدة، ولا فرق بين سني وشيعي أو مسلم وآخر. ونقول بأن هذا المسير سوف نشهده في السنوات القادمة القريبة بإذن الله، لكي يتحول هذا المسير بعد الزيارة للأربعين إلى تحرير فلسطين، ومعنا وإلى جانبنا كل الشرفاء من أحرار العالم، من إيران الإسلام إلى اليمن إلى العراق إلى سوريا إلى لبنان المقاومة، وصولا إلى فلسطين. وأنا أعي ما أقول، هؤلاء الذين وقفوا اليوم معنا هم أحرار الأمة، وهم من أصحاب الحسين الذين لم يتركوه. نعم، بارك الله فيكم، شكرا جزيلا، ونسألكم الدعاء كثيرا وأنتم في هذه الرحاب الطاهرة وفي هذا المسير المبارك. وبارك الله بكم من خلال هذه القناة الطيبة الأصيل الذي تنقل دائما الصورة عن الشعب الفلسطيني وعن وحدة الأمة الإسلامية. وآملين بإذن الله قريبا أن نصلي جميعا في المسجد الأقصى بإذن الله تعالى. أعود إلى الأستوديو وأعود إلى ضيفي العزيز. نيافة الأب، هذه يتحدثون دائما عن الملايين السائرة، سائرة عبر السنين، سائرة ولو كلفها حياتها هذا المسير إلى الحسين عليه السلام. ما دلالة هذا المسير اللبيك يا حسين؟ مسير لا ينتهي، بعضه يبذل كل ما جمعه خلال هذه السنة لينفقه على السائرين إلى الحسين، وبعض آخر يأتي من بلاده البعيدة ليقول أنا متمسك بالحسين وبنهج الحسين. ما دلالة هذا الأمر؟ دلالة هذا الأمر يعني أن رب العالمين الذي خلق الناس خلقهم على صورة، كما نقول نحن، على صورته ومثاله، وهذا التعبير يعني أعطاهم كل ما عند رب العالمين من كرامة وعزة ونقاء وصفاء وعد ومساواة. يعني هذه الصورة الكامنة في كل إنسان هي من عند رب العالمين، هذه تعود فتستفيق، كانت كامنة. واليوم الحسين يعيد نهضتها، يعيد بعثها. نعم. هذا البعث والنشور يعني هذا أيضا بدء قيامة، هي قيامة. يعني كنا ميتين بالخطيئة بالذل والإرهاب، واليوم ننطفئ. إذن هذه القيمة الحسينية موجودة في كل إنسان، ما عليها أنك تنور شوي حتى تعيد بهاءه. الحمد لله رب العالمين. الحسين حياة، الحسين الذي استشهد يقرأه نيافة الأب أنه حياة، وهو موجود في كل إنسان في فطرته في نقائه، ويحتاج إلى نوع من التبيين، من التذكير، من التنبيه، تنبيه بالمعنى العربي الواضح، ليعود الإنسان إلى إنسانيته ليكون حسينيا. تعبير رائع وجميل الذي تفضل به. أعود وآتي مرة أخرى، سألتك في المرة الماضية عن الإعلام الملتزم القيمي، المرة الأخرى أسألك عن بقية الأمة وحال الأمة.
لماذا حال الأمة لا يسر؟ لماذا إعلام الأمة بكافة طوائفها وبكافة مؤسساتها والسياسية وغير السياسية وأحزابها بل وشعوب هذه الأمة، لماذا هم في سبات؟ لماذا هم غافلون عن الوضع في فلسطين؟ لماذا هم لا يناصرون هؤلاء؟ لعلهم يناصرون قلبيا، لكن حتى المظاهرات التي شهدناها عند الغربيين أوسع وأكبر وأكثر حرارة من تلك التي رأيناها في كثير من بقاع بلداننا المسلمة يا للأسف. الحقيقة المظاهرات اللي بنشوفها عبر التلفاز في أمريكا وأوروبا باليابان وبلاد أخرى تشعرني بالخجل. حقيقة لم يكلوا ولم يملوا على مدى 10 أشهر وقد ندخل بال11 وهم في الطرقات، بينما من كان مفترض بهم أن يكونوا سندا ونصيرا ويحقق أعلى الأخوة في الله، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه، فإذا بهم قد ظلموا وخذلوا وأسلموه لعدوهم. بالمختصر إنه عمل غير صالح، إنه ليس من أهلك، ليس منا ولست منهم. معركة طوفان الأقصى فرزت هذه الأمة بين أمة أصيلة وبين أمة مزورة هزيلة مزورة، نعم، دخيلة، انتماء دخيل على الأمة، نعم، بالعنوان هيك بس بالواقع للأسف هني بمحل تاني. ونسمع كتير شغلات يعني. أين إعلامنا؟ أين قنواتنا؟ أين فضائياتنا؟ إعلامهم ليسوا إعلامنا، فضائياتهم ليست فضائياتنا، نعم. نحن قلة ومع ذلك وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، نعم. والله مع الصابرين، والله عز وجل سينصر الحق بلا شك. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم بكل وسائل إعلامهم الضخمة العربية وغير العربية، لكن إرادة الله هي التي ستنتصر رغم القلة ورغم الضعف. نعم نعم. وفي الأيام الماضية كان هنالك حديث عن أنه لو كانت وسائل الإعلام التي على كل حال تتحدث بالأخبار 24 ساعة يوميا كانت حاضرة في زمان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، لكان كثير من هذه الوسائل، وفي ذلك التعليق تم الحديث عن واحدة من هذه الفضائيات أو عدد من هذه الفضائيات بالاسم لكني لا أسمي، لعلها كانت منبر المنافقين ليتجمعوا ضد النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ويحاربوه ويحاربوا دعوته، ولعل الأمر كذلك، لا بل هو كذلك فعلا. أحبتي دعوني أذهب وإياكم في هذا الفاصل القصير ثم أعود. اگر روز عاشورا اوج مجاهدت همراه با فداکاری، فدا کردن جان، فدا کردن عزیزان، فرزندان و یاران هست، این 40 روز اوج مجاهدت همراه با تبیین، همراه با افشاگری، همراه با توضیح، این حرکت عظیم، این صبر فوق‌العاده خاندان پیغمبر و به پیشوایی زینب کبری سلام الله علیها و امام سجاد علیه السلام، این بود که توانست حادثه کربلا رو موندگار کنه و به معنای واقعی کلمه این تبیین مکمل اون فداکاری بود. با زبان روزخانی حرف بزنیم، در واقع روز اربعین زینب کبری آمد گزارش کار به امام حسین علیه السلام داد که
این کارا رو کردیم، اینجور رفتیم، اینجور تحمل کردیم و اینجور بیان کردیم و تبیین میکردیم. هر کدام از شما به عنوان یک وظیفه، مثل یک چراغی، مثل یک نوری، پیرامون خودتون رو روشن کنید. امروز همه ما بایستی در این میدان حرکت بکنیم، هر کدام به نحوی و با سهمی که در این راه دارید. خودتون رو آماده کنید، به معنای واقعی کلمه خودتون رو مجهز کنید و در این میدان وارد بشید، در میدان تبیین به افشاگری، یعنی راهی که زینب کبری سلام الله علیها در این 40 روز انجام داد. على مولاتنا زينب الكبرى لسان الحسين الناطق وإعلام كربلاء الذي هزم جيش الأعداء ومخططاته. سماحة الشيخ صادق، أخوان، السيدة زينب سلام الله تعالى عليها جاءت إلى الحسين عليه السلام يوم 40 لتقدم رسالتين: رسالة الانتصار بأننا قد أدينا ما كان واجبا علينا، والأمر الآخر رسالة التعزية إلى أحرار العالم بأن مولاكم أبي الأحرار صلوات الله وسلامه تعالى عليه قد استشهد لأجل هذه القيم التي نهض لأجلها. فالأربعين رسالة عزاء من جهة ورسالة انتصار من جهة، انتصار لهذه القيم. كيف جسدت السيدة زينب عليها السلام بمواقفها البطولية عند ابن زياد وعند يزيد وعند كل هؤلاء الطغاة عنوان الانتصار، ولم تنكسر رغم الجراح التي كانت منذ بدء حركتها من كربلاء حينما قالت: اللهم تقبل منا هذا القربان؟ حقيقة زينب تتحدث باسم البشرية، تتحدث باسم الإنسانية، والإنسان إذا كان فارغا من جميع الانتماءات القبلية، الطائفية، القومية، يكون حرا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فزينب هكذا تقف أمام الشيطان الأكبر يزيد بن معاوية، ممثل الصهيونية آنذاك. وأنتم تعلمون المستشار الأول ليزيد يهودي صهيوني حقيقة، ممثل الصهيونية في العالم، وربما مجيء بني أمية، حتى نحن عندنا أدلة أن اليهود كانوا لهم مدخلية في قتل الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، حتى يمهد الأرضية لمجيء بني أمية الذين هم نفسهم من اليهود. نعم. ذكوان وما إلى ذلك. يعني نحن نقول بأنه الصهيونية آنذاك. نعم. زينب تقف أمام الصهيونية. نعم. ولا زال كلامها مدويا، يخاطب الولايات، تخاطب الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إسرائيل. ماذا تقول ليزيد؟ اسعى سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا، لن تميت وحيانا. فاليوم زينب تقول: يا نتنياهو، يا إسرائيل، اسعى سعيك. أي شيء لم يفعل في هذه العشرة أشهر؟ كانت جريمة ممكن أن تتحقق، والله الجرائم التي وقعت في غزة أعظم من جميع الجرائم التي وقعت في الحرب العالمية الأولى والثانية، والله حتى في فيتنام الوحوش الأمريكان لم يرتكبوا مثل هذه الجرائم، والله الكارثة التي شهدها أعزتنا في غزة كارثة عجيبة. ولكن الحمد لله لا زال أكثر القادة الفلسطينيين على قيد الحياة، مجاهدين، مناضلين، والأنفاق معظمها بأيدي الفلسطينيين، فلم يحرز أي شيء مما رسمه أول يوم. اسعى سعيك وناصب جهدك،
واليوم الذي نحن نشاهده قد انتصر، إنما ذكر الحسين، عشرات الملايين تسير لأجل الحسين. أين يزيد اليوم؟ أين آل أمية اليوم؟ أين أولئك الذين تلاعبوا بالحق اليوم؟ إذن في الواقع زينب سلام الله عليها لا زالت موجودة، لا زالت حية، إنما هؤلاء الذين يسيرون نحو الحدود الأردنية لكي يبدوا استعدادهم إذا سمح لهم أن يجتازوا هذه المسافة ليوصلوا أنفسهم إلى إخوتهم في فلسطين. ولكن من المؤسف، من الذي منعهم؟ نعم والله أنا مع أخي الفاضل سماحة الشيخ يوسف، نحن نخجل، والقرآن يقول إنهم ليسوا منكم، نخجل. الشعوب كلها واعية، الشعوب كلها مستعدة، ولكن المصيبة اليوم في من وقعوا وبصموا بعشر بصمات للولايات المتحدة الأمريكية أن مهمتهم الأولى الحماية عن الكيان الصهيوني، فسمحت لهم أن يصبحوا ملوكنا، أن يصبحوا أمراءنا، أن يصبحوا رؤساءنا. فمن الطبيعي هؤلاء أن يقولوا إذا جاءت أي قذيفة أو مسيرة أو صاروخ من أي مكان متجه إلى إسرائيل نحن سنسقطه. فمن الطبيعي أن يطالب الأردن بمنظومة ضد الصواريخ. شو أردن خايف الصاروخ من وين يجي؟ إنه عمل غير صالح. إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم بارك الله بكم. الأربعين هذه مسيرة الانتصار، الأربعين رسالة الإعلام القوية التي تفضح كل أنواع التزوير. كيف نحول هذه إلى منبر إعلامي فاعل؟ هذا المؤتمر العالمي الكبير، كيف نحوله إلى منبر إعلامي فاعل يفضح ويكشف كل زيف وكل تزوير؟ يعني على كل واحد منا صغيرا كان أم كبيرا أن يكون صوتا مدويا في إعلان كلمة الحق. نعم. في إعلان زينب الأميرة العليا، كل واحد منا أن يكون بوقا رسالة، ضحية مجاهدا، هذا هو دورنا. يعني نعم الأربعين هل هي تمتلك تلك القدرة على أن تتحول لمنبر إعلامي كبير؟ هل تحتمل هذه، هل لها هذه القدرة؟ لما لا، هذه المسيرة. خذ مثلا عن نقطة الماء التي تثقب الصخرة الصماء. نعم. نقطة وراء نقطة تحفر الصخر. نعم. وهكذا نحن علينا ألا نيأس من رحمة ربنا، وإن كان الله معنا فمن علينا كما يقول كتابنا. نعم. الكريم. نعم. نحن نجاهد وهو يكمل المسيرة. نعم. نحن لسنا وحدنا يعني. بإذن الله تعالى. سماحة الشيخ، اليوم ما عاد الإعلام محتكرا عند السلطات هنا وهناك، وإن كان هنالك تضييق وكان هنالك نوع من محاولة خنق الكلمة الحرة ومنعها من الانتشار، لكن بيد الناس جميعا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال غيرها أن ينشروا، أن يبينوا، أن يشرحوا كيف لكل حر في هذه الدنيا أو في هذا العالم وعى رسالة الحسين عليه السلام ووعى ما يجري في فلسطين أن يتحول إلى منبر إعلامي مسؤول يكشف هذا الزيف والتضليل. بسم الله الرحمن الرحيم. دعني أستفيد من هذه الذكرى الجميلة، ذكرى الشهادة والتضحية والوفاء، ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، لأبين للناس أنه عندما نتحدث عن فلسطين فإنما نتحدث عن دين وجهاد وعقيدة، ففلسطين جزء لا يتجزأ من ديننا وقرآننا وسنة وسيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فلسطين جزء لا يتجزأ من تاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا. ستبقى فلسطين حية ما دام القرآن يتلى إلى يوم القيامة، مهما تآمر عليها المتآمرون أو خذلها المتخاذلون. فنحن نستفيد من هذه المناسبة لنقول
أن هذه فلسطين هي أرض الله المقدسة، هي الأرض التي باركها الله للعالمين، هي أرض الأنبياء، هي أرض الرسالات، هي مسرى النبي، هي معراج النبي إلى السماوات، حيث دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إليه ما أوحى. فهذه الأرض محفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وبعض المفسرين ذكروا أن الأرض هي فلسطين. فنحن نستفيد من هذه المناسبة لنبين على قاعدة جهاد التبيين أن هذه الأرض من اقترب منها ونصرها أعزه الله، ومن ابتعد عنها وخذلها خذله الله سبحانه وتعالى. فنحن وإياكم إن شاء الله تعالى منصورون بإذن الله، وسيكون النصر قريبا، ويومئذ يفرح المؤمنون فقط. نعم. بنصر الله، لأن في ناس مش هيفرحوا. نعم بلا شك إن شاء الله يكون الفرح قريبا بإذن الله تعالى، وهو متحقق على كل حال عند الذي يرى ببصيرته لا ببصيرته فقط. فالنصر رهين الصبر، النصر كمين هذه العزة التي تأبى أن تنكسر، وهذا الصمود والعزيمة التي تأبى أن تستسلم، هذه تتبع النصر بلا شك عند أولي البصائر. البصيرة والبصائر هي سبب من أسباب النصر. إلى أي مدى كانت البصيرة حاضرة في كربلاء وهي حاضرة في طوفان الأقصى ومعركة عزة الأمة والكرامة؟ لدي 3 دقائق فقط. حقيقة البصيرة في كربلاء، أن يقول أصحاب الحسين لو أننا قتلنا ثم أحرقنا ونشر رمادنا في العالم ثم أعدنا ثم قتلنا فأحرقنا وهكذا، فنحن لا نتراجع ولا نتردد. وشيعتهم وأتباعهم يقولون لو قطعوا أرجلنا واليدين نأتيك زحفا سيدي يا حسين. نعم. لو قطعوا أرجلنا واليدين لم يمنعنا شيء. وهذا إيمانا منهم بمبدأ النصر والمعونة الإلهية، تلك النصر التي نصر الله بني إسرائيل فأنقذهم من فرعون وهامان وجنودهما، تلك النصر التي منحها الله تعالى لسيدنا داود على نبينا وآله وعليه السلام فقتل جالوت مع قلة عددهم، فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. تلك المعونة الإلهية التي نحن نشاهدها في التاريخ، أن المسلمين ما انتصروا لا بعدد ولا بعدة، إنما انتصروا بالنصر الإلهية في فلسطين، بالمعونة الإلهية في فلسطين وفي كل مكان. لا في فلسطين هذا الطفل الغزي أو الغزي الذي يخرج من بين الأنقاض وهو يعني ملطخ بالدماء وبآثار التراب عليه، ويقول لن نخرج من أرضنا ولن نسلم ولن نساوم. هذه تمثل بصيرة حقيقة، إنما تمثل أعظم بصيرة، لأنه الأمريكان لا يريدون أراضينا، لا يريدون ثرواتنا، يريدون أن يغزوا قلوبنا، يغزوا أدمغتنا. فليخجل زعماؤنا، فليخجل حكامنا، ملوكنا، أمراؤنا من هذا الصبي الطفل الذي يفهم مليون ضعف أكثر مما هم يفهمون. نعم. لأنه يؤمن بالله سبحانه وتعالى مليون ضعف مما هم لا يؤمنون. حقيقة هذا هو الإيمان، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا الإيمان الذي نحن نشاهده قد تقوى في فلسطين، الذي سبحانه وتعالى حبب الإيمان في قلوب الغزاويين، في قلوب الفلسطينيين، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هذا ما نشاهده اليوم بارز بالخصوص في الفلسطينيين، وبصورة عامة في عامة المسلمين الذين يناصرون محور المقاومة. والحمد لله اليوم العالم نحو تأسيس حضارة
جديدة نتمكن أن نسميها الحضارة الغزاوية، الحضارة الفلسطينية التي هي لم تكن إلا الحضارة المحمدية الخمينية الخامنئية. نعم، هذه أيها الأحبة، هذا الصمود الذي والصبر الذي رأيناه في كربلاء أثمر حياة مستمرة وخلودا لكربلاء، وهذا الصمود الذي يعيشه محور المقاومة بكله وفلسطين وغزة تحديدا سيثمر قطعا بلا شك صمودا دائما وخلودا دائما لكلمة الحق ونصرة الحق لفلسطين وانتصارها القريب. أحبتي، نلتقي وإياكم في حلقة أخرى في الليلة التالية. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، وأشكر ضيوفي وأشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.